مليحه، حبست شويه الممارسات هذو، حبستهم. احنا كنا نامل ان القانون 1508 متعلق بتسويه او بمطابقه البنايات انه يسوي الوضعيه تاع الاحواش ويمنح لهم عقود، ولكن القانون 1508 استثنى البنايات المشيده فوق الاراضي الفلاحيه، استثناها من التسويه. لازم الدوله تتدخل بصيغه، تعطينا صيغه قانونيه من اجل تسويه الوضعيه تاع الحواش هذا. ومن غير المعقول كما تم الاشاره اليه انه انسان يسكن في الحوش هذا او في المسكن هذا منذ 1962 وتجي انت تطردوه في 2010 ولا في 2015 من خلال